قالت الفنانة وفاء ميكي أنها انقطعت عن التمثيل منذ فترة بسبب رغبتها في العناية بابنها لصغر سنه، وإصابته بفيروس سبب له إعياء، ففضلت أن تواليه الرعاية عن الانشغال عنه في العمل. أكدت وفاء ميكي في أحدى الظهور تلفزيوني مع الفنان إدوارد والإعلامية بوسينة توكل في برنامج القاهرة اليوم على قناة اليوم أنها لم تنقطع عن التمثيل، متحججة بابنها لتبتعد عن الأضواء بسبب أزمتها الشهيرة والتي دخلت على أثرها السجن لمدة 10 سنوات، لافتة إلى أنها لا تشعر بأنها مرت بأزمة من الأصل، قائلة: ولكل جواد كبوة. أضافت وفاء ميكي: مش الأزمة اللي هي الصعبة، أنا بسميها حاجات فني مضحكة، لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة أنا أقول صحتي. الحمد لله الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن. أوضحت وفاء أنها عملت في بطولات كثيرة وقدمت العديد من الأدوار الكبيرة، مشيرة إلى أن ابنها لا يحتاج إليها بنفس الصورة السابقة، لذلك فهي تفكر في العودة للفن بصورة تدريجية. وكانت وفاء ميكي قد قضت 10 سنوات من الحبس في سجن النساء بسبب اتهامها في قضية تعذيب خادمتيها بصورة وحشية. يذكر أن آخر ظهور درامي لوفاء ميكي كان عام 2015 من خلال مسلسل الكابوس من بطولة غادة عبد الرازق، كريم محمود عبد العزيز، أحمد راتب، أيتن عامر، كريم قاسم، محمد شاهين، بيومي فؤاد، فتوح أحمد، بدرية طلبة، سلوى عثمان، ندى موسى، نهى عبدين، ومن تأليف هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري. عزيزي المشاهد، إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. ما أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسر الثقافة.